أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله هي دردشة وذكرى وكله لله عز وجل، يعني أحدثكم بشيء حصل معي في هذه الأيام الماضية. يعني تعلمون إخواني أخواتي أنني منشغل في إجراءات زواج ابني في آخر هذا الشهر، وهذا يأخذ كثير من وقتي، إلا أنني لا أترك عملي لله عز وجل، والحمد لله. يعني أنا منكب على الدراسة والكتابة والتحضير في أمور كثير. أنا من تجربتي من سنين طويلة، يعني كنت كلما أعكف على تحضير موضوع مهم ومهم جدا وأقوم بالتركيز فيه، ويعني تركيز كل وقتي لهذا الموضوع، يحدث معي شيء يجبرني على تركه. وهذا الأمر إخواني حدث معي عدة مرات لغاية الآن، لربما 4 أو 5 مرات، وفي كل مرة يعني كانت المشكلة التي تحدث معي تجر وقت طويل، أشهر وأحيانا سنوات، حتى أعود إلى نقطة الابتداء التي حصلت معي المشكلة. في الأيام الماضية حدث معي شيء من هذا القبيل، وأنا سأتكلم فيه من قبيل الدردشة، وحتى يعلم المسلم أن كل حياته كرب وهم وغم وابتلاء، وأن الابتلاء هذا نصيب المسلم في هذه الدنيا، وأن عليه أن يصبر على هذا الابتلاء. ماذا حصل؟ تعلمون إخواني أنه أنا من سنة 2016 دخلت السجن، دخلته مرتين، المرة الأولى 9 أشهر، المرة الثانية 18 شهر، كان نصفها داخل المعتقل والنصف الآخر حبس منزلي خارج المعتقل. ثم بعد ذلك بدأت جائحة كورونا، وبعد ذلك قليلا قليلا أنا قررت أن أقوم بجمع كل معلوماتي في حاسب آلي واحد. يعني نتيجة الاعتقالات السابقة كانت الاستراتيجية الموجودة عندي أني أنا أقوم بتقسيم عملي على مجموعة كبيرة من هاردسكات الكمبيوتر، حتى إن تم الاستيلاء على أحد الهاردسكات أحدها
بكون في عندي جزء آخر موجود هنا أو هنا أو هنا، وعلى أكثر من جهاز، أكثر من كمبيوتر، وفي أكثر من مكان. هذه كانت الاستراتيجية لغاية الآن. إخواني يوجد لربما 3 أجهزة كمبيوتر لغاية الآن موجودة في مركز الشرطة، رافضين أنهم يسلموني إياهم، وكل مرة بذهب عندهم بقولوا لي ما في إلك، وإحنا دورنا ومش ملاقيين، وارجع بعدي. يعني هذا الجواب اللي دائما. وهاتف محمول أيضا كان عليه جزء من شغل، ولكن إخواني نقول إنه الغالبية العظمى، يعني أنا أتبع استراتيجية نسخ المعلومات من جهاز لجهاز، من مكان لمكان، حتى تتوزع الأمور، وفي النهاية أستطيع الحصول أو الرجوع إلى معلوماتي عندما أحتاج. في الفترة الأخيرة قررت أني أقوم بجمع كل هذه المعلومات في حاسب آلي، وبدأت رحلة عمل طويلة وشاقة. يعني لربما جمعت 30 أو 40 هارد ديسك كنت موزع عليها الأعمال هنا وهنا وهنا، وبدأت رحلة التجميع والترتيب والتنسيق حتى أبدأ من نقطة الابتداء التي توقفت عندها في عام 2016. وبالفعل والحمد لله، أنا أقول الحمد لله دائما، تمكنت أني أجمع تسجيلات المسجد الأقصى التي كنت أعدها من سنة 2004 إلى 2016 متراصفين، يعني سنة وراء سنة كل العمل جمعته خلف بعضه، وهذا عمل يعني متعب جدا. تبقى علي سنة 2017-18، يعني كنت فيهم في المعتقل، يعني هنا وهناك أعمال بسيطة قلت بجمعهم شوي شوي، بالإضافة إلى الجهد الذي قمت فيه بعد خروجي من السجن. يعني كنت أرفع مباشرة إلى الفيسبوك أو اليوتيوب، ولم أقم بحفظه لأنه دائما كنت معرض أنه يتم الاستيلاء على هذه الأجهزة. المهم بعد ما انتهيت من كل الجهد وجمعت كل الهاردسكات، وهذا كان قبل يومين فقط أو 3 أيام، وأنا هنا في المصلى، أنا عادة أقوم بالدخول إلى الحاسب الآلي من خلال الهاتف حتى أقوم بالإجابة على استفسارات المستفسرين، وهي بالآلاف يوميا، وأنا أستغل الفترة ما بين الفجر والشروق أستغلها في إجابة الأسئلة. وعادة يعني أنا أقوم بتحضير إجابة نموذجية لكل سؤال، والأسئلة أصبحت كأنها إكليشين من الناس معروفة يسألوا عن نفس المواضيع، وكل سؤال محضر له إجابة وحافظه على الحاسب اللي بسميه السيرفر عندي، وأقوم بالدخول وأخذ هذه الإجابة ثم إعطائها للسائل. هلأ عندما حاولت الدخول يعني صادفني مشكلة، أنه بقول لي كلمة السر اللي بتدخلها خطأ، وهذه كلمة السر للحاسب تبعي للسيرفر تبعي. هنا يعني شعرت أن هناك شيء ليس سليم. المهم أنا بقيت في المصلى حتى أشرقت الشمس، وأنا معتاد أني أبقى حتى شروق الشمس، ثم نصلي ركعتين لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله. وحتى أشرقت الشمس ثم صلى ركعتين كان له بهما ثواب حجة وعمرة تامتين. وبعدها يعني نصلي الضحى، وهناك أناس يجمعوا الشروق مع الضحى. أنا أفضل دائما لمن يسألني أن يصلي الشروق لوحدها حتى يكون على وعي أن هذه الركعتين تعطيه ثواب حجة وعمرة تامتين، وبالأخص المسجد الأقصى. وأنا أنادي وأطالب الجميع أنهم يحافظوا على هذه السنة، الجلوس في المصلى حتى شروق الشمس، ثم هذه الصلاة بعد وقت الكراهة تقريبا 12 إلى 20 دقيقة، ثم يجلس قليلا حتى يصلي الضحى، ولا بأس إن استمر جلوسهم حتى 7:30، ونعلم جميعنا ماذا تعني 7:30 في المسجد الأقصى. مهم إخواني، أنا هنا شعرت بالريبة إذا الحاسب الآلي السيرفر اللي انتهيت من عملي فيه عمل طويل وشاق، توجهت للبيت وحاولت الدخول إلى الحاسب ما أفلحت. طبعا أنا في عندي طرق كثيرة، يعني قمت بفك كلمة السر من خلال برامج موجودة عندي والدخول، فإذا بجميع الملفات، وهي بعشرات الآلاف عندي، بعشرات الآلاف، جميع الملفات خلف أو بجانب كل ملف هناك سطر
يعني تم تغيير اسم في كل ملف، وهناك سطر وفي ايميل ضمن السطر ايميل اذا انا احببت اتوجه اليه، وهناك رقم مرجعي اضع هذا الرقم المرجعي عندما اتوجه للايميل. وكل ملفات يعني كل ملف ليس فقط انه اسم الملف تغير، ولكن البنيه تبعته نقول عنها انكريبتد، يعني تم تشفيرها. الملف لم يعد محتواه بالمحتوى الاصلي تبعه، ولكن تم تشفيره بطريقه لا يمكن استرجاعه منها. المهم انا ارسلت ايميل لهذا الشخص او لهذه الجهه، ونحن نعلم اخواني يعني كلمات السر للويندوز من يمكن ان يتحكم فيها. ارسلت ايميل انه هذا الايميل مرتبط باسماء الملفات في الحاسب الالي الخاص في مباشرة، يعني ما بتقول فيش نصف دقيقة جاءني رد. الرد كان كالآتي: إن أردت استرجاع ملفاتك عليك أن تدفع 1 بيتكوين، ووضعوا لي الرابط إذا بدك تشتري بيتكوينز، هاي الرابط عشان تشتري بيتكوينز، وهي التعليمات بعد ما تشتري البيتكوين كيف تودي لنا البيتكوين. بيتكوين إخواني عشان تبقوا عارفين ثمنه في إسرائيل ما بين 42,000 إلى 50,000 شيكل، تعتمد على الجهة التي ستقوم بالشراء منها. إذا بدك تشتري من بنك إسرائيل أو من بنك عادي، أو بدك تشتري من خلال باي بال بحسب الجهة اللي بدك تشتري فيها، بين 42,000 إلى 50,000 شيكل، نتكلم عن تقريبا 15,000 دولار. طبعا إخواني مباشرة يعني لو افترضنا جدلا، وأنا تكلمت في هذا الأمر في سابق في درس كامل منفصل، وهو كيف نصنع أو كيف يقوم الشيطان بصناعة المشكلة ثم يقوم ببيع الحل. وأنا تكلمت وقلت أنه لا يجوز لمسلم أن يقوم بشراء حل من الشيطان، لا يجوز أن تشتري حل من الشيطان. ليه؟ لأنك بهذا تقر على ما يفعله أنه اللي أنت سويته صحيح. نحن عباد الله عز وجل نتوكل على الله سبحانه وتعالى بالكلية، ونعلم قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طبعا إخواني يعني أنا أكلمكم على الحالة النفسية التي كنت فيها، يعني لربما الآن بقول لك الشيخ كان في وضع نفسي سيء جدا، وأقول على العكس تماما، يعني كنت أتصرف بأريحية تامة وكأن شيئا لم يحدث. ليه؟ لأنني أعلم أن ما أصابني من الله، وما اعتقادي بالله عز وجل. هل يأتي من الله سبحانه وتعالى شيء ليس مناسب، أو يأتي من الله سبحانه وتعالى شر؟ على العكس، كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى خير، وعلي أن أقبل هذا الذي أصابني، وأن أحمد الله وأن أشكر الله سبحانه وتعالى على مصابه. فعلينا إخواني دائماً أن نكون رابطي الجأش. شو يعني رابط الجأش؟ يعني عندما تنزل عليك المصيبة ما تقوليش أنه ممكن تنزل ولا لا، بقول لك إذا أنت كنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمصيبة إما إنها موجودة أو في الطريق وستستمر، مش راح تقول والله راح نتخلص هاي المشكلة وخلاص نطوي الصفحة، لا، ما في منه إشي. طالما أنك توحد الله عز وجل في هذه الدنيا فالمصيبة في الطريق، وإن انتهت هناك مصيبة أخرى في الطريق، وإن انتهت وهكذا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. نتذكر إخواني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني متى يطلق سراحك على الحقيقة؟ يطلق سراحك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى، هذه لحظة إطلاق السراح. ونقول لكل أعداء الإسلام اللي بياخد مسلم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضعه في السجن، شو منقول له؟ منقول له أنت أخذته من الكبد والهم والغم إلى بيت الراحة، سجونهم راحة نرتاح فيها، راحة إجبارية الله سبحانه وتعالى يفرضها علينا. هذه الراحة إحنا ما بنرحم حالنا في هذه الدنيا، علينا أن نقوم بعمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما انتهى. والصالحين كانوا يقولوا قبلنا: ائتوا المساجد عروجا أو كسارى ولا تنتظروا الشفاء،
فإن انتظار الشفاء مضيعة للوقت. فلما يأتي هذا الكافر عدو الله ويأخذك من هذا الكبد ويحطك في السجن بطعميك وبشربك وبداويك وبيسوي لك غرفة تلعب فيها رياضة وغرفة كذا وبشمسك وبهويك، إنما أخذك من الكبد. الله سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد، بقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني هم إنما استخدموا قضاء الله سبحانه وتعالى علينا. الله سبحانه وتعالى بده يعطيك راحة أنت رافضها لأنك خايف اتقصر في جنبات الله، فهم يقبلوا أن يستخدموا أنفسهم في الشر حتى ينفذوا أمر الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى بده يريحك، هذا اللي بيصير. عشان هيك إخواني نقول إنك أنت تقبل أمر الشيطان هذا أمر مرفوض، حكم الشيطان هذا أمر مرفوض. الشيطان بده يحكم عليك بشيء فليفعل ما يشاء، فليحكم ما يريد، فليقضي ما يريد، اقضي ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا، هذه هي التي تقضيها، وفي قضاءك في هذه الحياة الدنيا إنما تقضي على نفسك في نار جهنم، تقضي على نفسك في نار جهنم، ولن تقدم ولن تؤخر ولن تزيد ولن تنقص ولن تضر المسلم في شيء. المسلم يعلم أن ما يحدث معه إنما هو قضاء الله وقدره، ويعلم أن الإنس والجن والأمة بمجملها بكليتها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان هيك إخواني منكم أنا والحمد لله يعني وأدعو الجميع عند حلول المصيبة يجب أن نكون رابطي الجأش، ولكأنه في شيء حدث. هذا الشخص بمجرد ما بعت لي هذه الرسالة وقال لي بدك تدفع كذا وكذا، وطبعا إخواني نعلم أنه لو إحنا نفذنا أمره هذه مش نهاية الطريق، لربما كان هناك أمور أخرى ستجر في المستقبل. فالرفض كان قاطع، أرسلت له رسالة قلت له أنا ما في عنده مشكلة أني أبدأ من الصفر، ولعلي إن بدأت من الصفر يكون عملي أجمل وأفضل وأحسن مما كان، ولربما كانت هذه فرصة إلي عشان أبدأ صفحة جديدة. هذا كان إيجابي. طبعا إخواني يعني الأجهزة اللي عندي أنا مسويها كشبكة، يعني كل الأجهزة مفتوحة على بعضها. الشبكة الحالية اللي تبقت عندي كانت من 3 أجهزة، ومسميه الفيروس أو برنامج التشفير اللي دخل على الشبكة كلها، يعني كل الملفات اللي موجودة في الأجهزة 3 كلها تم تشفير. فأنا توكلت على الله سبحانه وتعالى واحتسبت أمري عند الله سبحانه وتعالى وألقيت حملي على الله. يعني كل ما كان يسيئني أو كل ما أسأني إنه البرنامج اللي أنا تعبت فيه كثير، برنامج القرآن هذا اللي كان موجود في خلدي، برنامج القرآن تعبت عليه فترة زمنية طويلة وأنا بشتغل عليه وبجمع عليه معلوماتي وبجمع عليه الإجابات وبقوم عليه بدراساتي وأبحاثي، هذا كان كل همي. اليوم إخواني ما جد انه انا عمالي بفرمت في الاجهزة جهاز جهاز، يعني اول شيء طب تفصل الشبكة كلها بعدين تبدأ بجهاز جهاز عشان انه شغلك ما يعود يتأثر من جديد. فبدأت بالجهاز المركزي اللي انا جمعت عليه كل المعلومات بدأت فيه. الغريب العجيب اخوان، الغريب العجيب انه التشفير بمشي في الملفات واحد واحد. لبرنامج القرآن كان عندي اخر منطقة موجودة بحرف اللي فيه تان اخر ملفات A, B, C، يعني اخر ملفات. الفيروس لما وصل لبرنامج القرآن في المنطقة بادي يشفر في الملفات، بعدين لما وصل لبرنامج قرآن .exe اللي هو البرنامج الرئيسي توقف. ليه؟ ما بعرف، علمها عند الله عز وجل. يعني توقف عند برنامج قرآن .exe والملفات اللي بعديها كلها سليمة. فبقليل من العمل اليوم أنا بشتغل تقريبا 2-3 ساعات استطعت إني أنا أرجع كل المعلومات الخاصة في القرآن، خاصة في القرآن وكل الأبحاث والدراسات والمواضيع والإجابات اللي أنا عاملها من 2004 للغاية الآن كلها والحمد لله سليمة.
في حين باقي العمل كله ما فيه منه أي شيء. هذه إخواني يعني مجرد تذكرة، تذكرة بتذكر فيها إنه التدبير لله عز وجل مش للعباد، التدبير لله عز وجل. إذا شاء الله عز وجل أن يفعل شيء يفعله سبحانه وتعالى، وفعل الله وتدبير الله إنما يعتمد على اعتقادك في الله عز وجل. إن أنت اعتقدت أن التدبير إليك ولقوتك ولحكمتك ولعظمتك ولعلمك أو لفلان أو لعلان يتوقف التدبير ويترك لاعتقادك، ولكن إن أنت تركت التدبير لله عز وجل وبالكلية وكان ظنك بالله عز وجل حسن، فالله سبحانه وتعالى يعني يدبر الأمر بحسب هذا الاعتقاد. أنا كان كل همي من كل المعلومات الموجودة هذا الجزء، وهذا الجزء هو الوحيد الذي نجا من كل العمل، ما بدي أكثر. ونقول الحمد لله رب العالمين. يعني هناك أمور أي نعم ستأخذ مني وقت طويل حتى إن أنا أسترجعها، ولكن لا بأس، يعني مع الأيام قليلا قليلا الواحد بيشتغل في مسارين متوازيين مع الأمور. إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني لربما كان هذا الشيء يعني أي نعم هو حصل معي، ولكن حصولي معي لربما كان من أجل إني أنا أذكركم وأنبهكم وأشرككم في هذه التجربة إنه علينا أن نحسن اعتقادنا وظننا بالله سبحانه وتعالى، وهو الحامي وهو مدبر الأمر وهو الرب وعليه التكلان، ويجب أن نحسن اعتقادنا في سبحانه وتعالى، ويجب أن نتوكل عليه حق التوكل في كل شؤوننا، في أرزاقنا وحياتنا وأمورنا ومشاكلنا وأفراحنا وكل ما لنا، نتوكل بالكلية على الله سبحانه وتعالى. فإن أحسن وإن حسن هذا التوكل كان هذا التدبير من الله سبحانه وتعالى. ونذكر إخواني أخواتي أحبتي في الله أنك يا مسلم يا حبيب الله لابد أن تكون تحت أو مكبر تحت عدسة الابتلاء، لابد، هذا الشيء مفروغ منه، ولا بد أن يكون هذا الابتلاء عظيم بعظمة قدرتك على الاحتمال. يعني إن كانت قدرتك على الاحتمال 30 راح يكون الابتلاء 30، إن كانت قدرتك على احتمال الابتلاء 100 سيكون الابتلاء 100، ما راح يكون 30. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني سيكلفها وسعها، قديش بتقدر تحمل ابتلاء سيحملها هذا الابتلاء. ليه؟ لأنه إذا أنت صبرت على حمل الابتلاء اللي بدك تحمله بمقدار هذا الصبر سيكون الأجر، يعني لما يحملك 30 وانت بتقدر تحمل 30 وصبرت على حمل 30 راح تاخذ جزاء 30، ولما يحملك 100 وانت بتقدر تحمل 100 وصبرت على 100 راح تاخذ جزاء 100 وصبر 100. فنو افضل تاخذ جزاء صبر 100 ولا تاخذ جزاء صبر 30؟ طبعا اخواني الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني حظك بمقدار صبرك، حظك بمقدار صبرك، وكلما كان هذا الصبر أعظم كان هذا الحظ أعظم. وإياك إياك إياك أن تقول لله عز وجل أو تطلب من الله عز وجل أن لا يبتليك، لا تسأل الله عز وجل أن لا يبتليك، وأيضا لا تسأله أن يبتليك. يعني ما تحط حالك لا في هذا في هذه الجهة ولا تضع نفسك في هذه الجهة أيضا، لا تطلب من الله عز وجل الابتلاء ولا تطلب من الله عز وجل عدم الابتلاء، فلتدع هذا الأمر تدبير لله عز وجل، هو الذي يعلم مقدار احتمالك وقدرتك على الابتلاء، وهو الرحمن الرحيم الذي يبتليك
بما يمكنك أن تحتمله. لربما سألنا الله عز وجل ابتلاء وابتلانا بما سألناه، ولكننا لم نكن على قدر احتمال هذا الابتلاء. فلما تضع نفسك موضع هذه المساءلة؟ لا تطلب من الله عز وجل الابتلاء، ولكن يجب أن يكون بخلدك، بوجدانك، من داخلك يقين كامل أن الابتلاء الآتي من الله هو رحمة وهو خير إليك يا إنسان، هو رحمة وهو خير، وعليك أن تشكر الله عز وجل على هذا الابتلاء مهما كان، على هذا الابتلاء مهما كان هذا الابتلاء، نشكر الله ونحمد الله على ما ابتلانا فيه سبحانه وتعالى. فإن شكرنا الله عز وجل كان الشكر بمثابة النجاح في امتحان الصبر. شكرك سيكون هو الشاهد أنك نجحت في ابتلاءك أمام الله. أما واحد يقفف ويقول ليش أنا، ليش مش فلان، يا الله فلان عنده أنا ما عنديش، فلان بيقدر أنا بقدرش، هذا الشيء راح يكون بمثابة فشلك في هذا الامتحان. نذكر إخواني، أنا أذكركم ولكن أذكر من جديد، أن امرأة كانت تبكي على قبر ابنها، وليدها، ميتها، تبكي يعني بكاء شديد، ومر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي على هذا القبر، فقال لها كلمات، فقال لها يا امرأة اتق الله واصبري، يعني طلبين، اتق الله واصبري. اتق الله يعني الابتلاء هذا من مين؟ من الله، وبكائك كأنه اعتراض على قضاء الله وقدره. أي نعم، العين تدمع والقلب يجزع ونحزن على من نفارق، ولكن لا نسرف بالحزن. الإسراف بالحزن سيكون بمثابة اعتراضنا على حكم الله عز وجل. فقال لها اتق الله واصبري. ليش بدها تصبر؟ لأنه الصبر سيكون مدعاة للأجر. يعني هي بمصيبة، والموت مصيبة كما ذكر في القرآن الكريم، فالموت مصيبة وعليها أن تصبر على هذه المصيبة. ليه؟ لأنه صبرها سيكون بمثابة قبول الأجر الرباني، ترضى بالأجر العظيم الله سبحانه يتكلم عنه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال لها الرسول اتق الله يا امرأة، اتق الله واصبر. شو كان جوابها يا إخوان؟ قالت له إليك عني فإنك لا تدري مصابي، يعني أنا أم مكلومة بابنها مصابي كبير عظيم، وأنت ما بتعرف مقدار الحزن اللي في قلبي. الرسول بيعرف ولا ما بيعرف إخوان؟ يعلم، أكيد يعلم، ولكنه يتكلم معها رحمة فيها من أجلها، مش من أجله ولا من أجل حدا تاني، من أجلها. صبرها سيكون أجرها عند الله عز وجل. فلت له إليك عني فإنك لا تدري مصاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركها وذهب، يعني تركها، هذا اعتقادها، هذا ظنها، يعني ما قنبها، ما حكى لها شيء، كلمات تجرح شعورها أو وبخها، لا، تركها لاعتقادها وذهب، تركها الرسول عليه الصلاة والسلام. هلا الصحابة اللي كانوا مع الرسول بتكلموا مع هاي المرأة، شو بيقولوا لها؟ يا امرأة هذا رسول الله، يعني تعرف اللي حكيت لي معه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. عندها الامرأة مالها راجعت حالها، ويجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، قبل أن تذكرنا الناس. يعني أن تتقي الله خير من أن تتقي الله عندما تقول لك الناس اتق الله. أن تتقي الله عندما تقول لك الناس اتق الله خير، ولكن الأفضل منه أنك تتقي الله قبل أن تطلب منك الناس. فهي الامرأة يعني انتبهت للموضوع، فرقدت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلت باب بيته واستأذنت عليه، فخرج لها الرسول عليه الصلاة والسلام. شو قالت له؟ قالت له لم أكن أعلم أنك الرسول. إخواني، يعني إحنا لمين منتقي الله؟ لمين منتقي الله؟ لوجه الله عز وجل، لذات الله سبحانه وتعالى، وليس من أجل المخلوق. المخلوقات كلها أولها وآخرها
ومنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لن يضرنا ولن ينفعنا، ونحسب الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون شفيعنا يوم القيامة. ولكن إحنا يا أما منستحق هذه الشفاعة يا أما منستحقها، يا أما منعمل لها يا أما منعمل لهاش. فالرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لها؟ قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الجزاء الصبر مربوط مع إيش؟ وما يلقاها لقاء الأجر، يعني وما يلقاها إلا الذين صبروا. الأجر الآتي على الصبر متى يكون؟ عند صبرك على إيش؟ على المصيبة لحظتها مش بعديها. هون المهم إخوان، عشان هيك إخواني هذه دعوة مهمة أنا أذكر فيها نفسي وأذكركم وأذكر إخواني وأخواتي المتابعين إلنا، أذكركم لابد من الصبر على المصائب، ويجب وأنت تصبر على هذه المصيبة أن تكون على دراية أنها ليست آخر المصائب، على الغالب أنها ليست آخر المصائب، وإن خرجت منها هناك غيرها، وعندما تأتي الجديدة عليك أن تكون مستعد بأن تصبر على الجديدة، وعندما تأتي الجديدة هذه على الغالب ليست آخرها، هناك بعدها، وعندما تأتي التي بعدها أيضا عليك أن تكون متحضر نفسيا للمصيبة القادمة والقادمة والقادمة. حتى متى إخواني؟ إلى متى نعبد الله عز وجل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. سنبقى على هذا الأمر وعلى هذا الحال، هذا حالنا، هذا حالنا، صابرين مصابرين مرابطين محتسبين أجرنا على رب العالمين إلى يوم الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يثبتنا عند المصائب، يثبتنا عند الابتلاءات، يربط على قلوبنا أن لا نجزع ولا نخاف ولا نشتكي بما لا يرضي الله عز وجل، ولكن نقول ما يرضي عز وجل، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نحتسب أجرنا على الله ونحتسب درجاتنا عند الله عز وجل. فنحن إخواني آمنا بالله وآمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ورضينا أن نسير على الصراط المستقيم على ما كتب لنا سبحانه وتعالى. والمصائب والابتلاءات إخواني جزء مما كتب الله عز وجل. أنا أعترض على ما كتب لنا عز وجل؟ لا والله لا نعترض، لا نقول إلا ما يرضي سبحانه وتعالى. رضينا بالله وبما كتب الله عز وجل وبما قسم الله سبحانه وتعالى، وكل ما يأتي من الله مهما كان وكان في غلظة على قلبك عليك أن تحتمله، وتذكر أنك تستطيع أن تحتمله. إياك 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 أن تقول لا أستطيع أن أحتمل، لأنك بذلك تكذب الله لما قال لك سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كلفك الله عز وجل إلا ما يسعك أن تطيق وأن تحتمل وأن تستطيع أن تسير فيه راضي ومطمئن بإذن الله بعدها. عشان هيك إخواني هذه المصيبة حق من الله عز وجل، وهي الامتحان، يعني نقول ابتلاء يعني امتحان، ابتلاء امتحنه، امتحان عظيم من الله عز وجل. ونذكر إخواني المصائب، المصائب التي تأتينا إنما هي بذنوب ارتكبناها، وما أصابكم من مصيبة فبما قدمت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى غفر لك وسامحك وشطب لك وأملك كثير من المعاصي اللي انت عصيت فيها. الله سبحانه وتعالى ما ذكر لك إياها وما حاسبك عليها، بس في أمور لما تزداد عن حدها شو بدنا نسوي؟ بدنا نوقفها. ليه؟ مش لأنه احنا مش راضيين عنها، لأنه الله سبحانه وتعالى بيعرف إنه تقدمك في هذه المعصية إنما هو تقدم باتجاه جهنم، والله سبحانه وتعالى من رحمته
لا يريد لك أن تغمس نفسك في نار جهنم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا وقال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة. عذاب أمتي مصائب في الدنيا، هذه الدنيا إخواني المصائب فيها هو عقابنا على التقصير، إن نحن قصرنا بعبادة أو قبنا بذنب يجب أن نحاسب عليه. بدك تقول لي ما الله سبحانه وتعالى بدوش يحاسبك؟ لا، إذا الله سبحانه وتعالى بدوش يحاسبك معناه بدوش يحاسب الجميع. الله سبحانه وتعالى عفالك ويعفو عن كثير، هذا الكثير اللي عفى عنك فيه عفى عن الجميع فيه، مش بس عنك لحالك، وعفى عن مين كمان؟ عن الكفار فيه مثل هذا. ولكن في أمور إخواني لا يجوز أن تتعدى الحد، يعني عفالك عن كثير، بس بعد الكثير شو لازم؟ لازم تعاقب بعدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقب المسيء أيضا. إذا هو ما عاقبك لأنك بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن عدله أنه ما يعاقب كمان من يكفر بالله سبحانه وتعالى. أن أرضى أن يترك الله سبحانه وتعالى أعداء الله همل بلا عقاب؟ لا لا نرضى. عشان هيك يجب أن نرضى أن يعاقبنا الله عز وجل عندما نعصيه، لأنه رضانا عن هذه العقوبة بمثابة طلبنا من الله عز وجل أن يعاقب أعدائنا. الله سبحانه وتعالى العادل لن يعاقب واحد ويترك آخر، إما يعاقب الجميع أو يترك الجميع. عشان هيك إخوان عقابنا على هذا التقصير وعلى هذه المعاصي إنما يكون بالمصائب الدنيوية. وما أصابكم من مصيبة فبما قدمت أيدي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكثير من الآيات تتكلم عن التقديم، إنه هذه المصيبة، يعني ابحث في كلمات المصيبة ستجدها كلها بما كسبت وقدمت اليد، بما كسبت وقدمت اليد. طيب، فالمصائب إخواني إنما هي كفارات. شو يعني كفارات؟ يعني تقوم بمسح هذه الذنوب. هذه الذنوب، هناك ذنوب إخواني قد تغفر بالاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها الاستغفار. إذا أنت قصرت بذكر الله، بشكر الله، بحمد الله، قد تأتي نكات على قلبك ويصبح على قلبك نكات، ولربما أغشية، ولربما أغلفة، ولربما أكنة على هذا القلب. تستطيع أن تمسحها بإيش؟ بالاستغفار. لكن هناك أمور إخواني لا ينفع فيها الاستغفار. شو لازم يكون فيها؟ لازم يكون فيها مصيبة. يعني على سبيل المثال أعطيكم مثال، يعني تروح أنت تكسر إيد بني آدم وتقول بعدين أنا بدي أستغفر الله، الله سبحانه وتعالى يغفر لي، ما بنفع. ليه؟ لأنه في عندك فعل أنت سويته إيش؟ يتعلق بحقوق العباد، لابد أن يسد هذا الفعل، فلا بد أن يكسر لك ضلع كما كسرت ضلع هذا الإنسان زورا وبهتانا بطريقة ما أو بأخرى، إليك أو لواحد لأولادك أو بمقدار هذا الكسر، لابد. عشان هيك تأتي هذه المصيبة كفارة لهذا الذنب. ففي أمور ينفع فيها الاستغفار، في أمور لا ينفع فيها إلا المصائب، وفي أمور إخواني لا ينفع فيها إلا السداد. وبالأخص إخواني إياك أن تقضي هذه الدنيا وأنت محمل بالديون للعباد. الديون مش بس المال، لا، كل أذية أنت أذيت فيها إنسان مسلم هذا دين سيبقى عليك ولا بد من سداده. وتذكروا إخواني أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن أو المؤمن مغلول في قبره حتى يقضى عنه الموت، حتى يقضى عنه الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله
ثم عاش ثم قتل في سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة حتى لو حج بيت الله الحرام، قد يعود صفحة بيضاء من كل الذنوب إلا الديون تبقى معلقة فيه. لا ينفع في الديون إلا السداد، فإما أن تسد في الدنيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم خير. الله أكبر. بارك الله. الله يجزيكم خير، يرضى عنكم الشكر. الله يرضى عنك، يحفظكم الشكر. الله يرضى عنك ان شاء الله. ببعث لك الصبح بشوف كثير طلعت وانا ببعث لك، كل ما بتبعث لك كم شغله ببعث لك شغله. كل المشوار يلا خير ان شاء الله، يرضى عنكم ان شاء الله. شفتوش كمان مرة للمشوار الجاي اليوم، دخلت كان شرطي تغيره دخلت عادي ما لفيتش الباب، اما هو عادة كان بيكون يوم الاثنين يوم الاثنين ومرات يوم الخميس، اشوف يوم الاثنين الجاي اذا بحكى شيء ولا لا. بعدين احنا يعني احنا عارفين هذا مغلق حالنا وابتلاءنا نرضى فيه شو مكان، بس نحاول قدر الامكان انه ايش نصدهم قد ما بنقدر. والله هذا في اليوم انا بقول لي هات هويته، بقول ليش بدك هويته، بقول لي بدي اسمك وعنوانك وعارف قلت له بعطيك رقم الهوية، اما اعطيك الهوية بعطيك فيها ليش بدنا نطلع من مبتل، بقول لي اعطيك رقم الهوية، اعطيك رقم الهوية عادي يعني بدون ما طيب، اما في ناس خصوصي متأثرني انا عشان بصور بعض الدروس صبرا جميلا ان شاء الله. الله يكرم اخوك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، واعف عنا يا كريم.